بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، فنحن في محطة أخرى من محطات عيد الأضحى، واليوم الحلقة ديالنا غادي تكون حول الذبح ديال الخروف. فلما كنبغيو نذبحوا الخروف غالبا ما كيتشكاو عباد الله، كيقول لك اودي في الوقيته ديال الذبيحه ديالو خصك واحد على الاقل يكون واحد جوج ولا ثلاثه درجال باش يذبحوه. علاش؟ لان تبارك الله كيكون الخروف قوي ويصعب على ان الانسان بوحده، او لكن غير هو والزوجه ديالو واحد الوليدات صغار، يصعب على اساس انه يطيحوا، خصو يقلب على الناس اللي غيعاونوه باش يذبحوه. فاليوم قبل ما نعطيو السر في العمليه ديال الذبح الجديده، غادي نقول للسي عصام كيفاش كدير باش تذبح الخروف ديالك. واش وغتشوفوا الطريقه اللي غيذبح بها السي اللي غيحط بها السي عصام الخروف باش غيذبحوا، وكيفاش غتكون المقاومه ديال الخروف. احنا غادي نعطيه دابا الاشاره باش يبدا يهيئوا كانه غادي يبغي يذبحوا، وغادي نشوفوا واش غادي يستسلم الخروف او لا غادي يبقى يدابز ويبقى هذا يقاوم باش انه ما يخليهوش يطيح. اذا السي عصام حاول تذبح ليا، نحاول تذبح ليا، توجد ليا الخروف باش غتذبحوا الطريقه العاديه اللي كديروا نتوما هنايا في هذه المنطقه هذه، ونشوفوا نوريو للمشاهدين واش الخروف كيستسلم او لا كيقاوم. يلا سيدي. اول حاجه تقول بسم الله، ها انتما ها انتما شوفوا الخروف كيف كيقاوم. شو ها هو طيح الراجل قدو قد الخلا، ها انت ها هو كيوزن الراجل كيوزن 80 كيلو ومع ذلك طيحوا الخروف. علاش؟ لانه ما باغيش انه يتذبح. وشوف كيفاش كيقاوم، ها انت هاو. لو انك تطلقو غينوض كيجري. تلقى السي مصطفى، تلقى دابا، شوف ها هو غينوض كيجري. شد 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 الخروف هاو. الان غادي ندوزو للطريقه الثانيه، وغادي نشوفوا هذا الخروف هذا واش غيبقى كيقاوم بحال اللي قاوم الان السي عصام وطيحوا. غادي نحاولوا اننا نتكلموا معاه واننا نعطيه شيئا من الذكر، غنذكروا الله معاه ونشوفوا واش غادي يستسلم او لا غادي يقاوم كما كان كيدير. هاد القضيه ديال الاستسلام، اولا شتها من عند واحد، شتها في واحد لا فيديو كانت كتسارى، وقلت ياك ما هذا الرجل لعله كان من احدى الدول السكندينافيه، ولما شتو قلت ياك ما هذا السيد عنده طريقه ديال الايبنوز، طريقه ديال تخدير الخرفان، وتبين من خلال ذاك الدعاء ديالو على اساس انه راه الدعاء غير كلمات كانت كتخرج، ولكن السيد الخروف راه كان يعني مخدر من قبل. لكن لما قمت بالعمليه في السنه الاولى وفي السنه الثانيه وفي السنه الثالثه، تبين بانه ليس الماده الكيميائيه هي المخدره، بل كلام الله هو الذي استسلم من خلاله هذا الخروف. وشنو هي الكلمه السر؟ الكلمه التي كان يقولها ذلك الرجل، وهي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وعاودها 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 حتى استسلم ذاك الخروف وتحط، ولا مهيئ للذبح، ولا ميسر للذبح. ولو انه يكون الانسان بوحده في البيت ديالو ممكن انه يذبح الخروف بدون مقاومه. انا الان غنعطي الميكرو للسي عصام يشدو، وغادي نحاول نبدا مع الخروف ديالنا هذا الدعاء، وتشوفوا الطريقه ديال الاستسلام ديالو، وتشوفوا الطريقه ديال انه غادي يبقى ميسر للذبح بطرق سلسه وبطرق جد بسيطه. غنجيو لعند الخروف الى غايه الاذن ديالو وغنبداو نذكرو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
فهنتم كيتبين لكم بان الخروف استسلم في الوقيته اللي كان غادي تذبح بالطريقه العاديه، طيح الصعصام وشتو تبارك الله البنيه ديال الصعصام كيفاش قويه، ومع ذلك طاح. لما قلنا له هذا الدعاء استسلم استسلاما نهائيا، وقال بما ان في الامر ذكر لله فذكر الله فوق كل شيء، وكان مهيئ للذبح، لولا انني قلت له قم والتحق باصدقائك ما كان ليقوم. فهذه اشاره الى انه اذا كان هناك قلب عند الخروف وقلب عند الحيوان، أتمنى كذلك أن يكون هناك قلب عند الإنسان. لكن مني أفضل التحيات الدكتور محمد أحسين.